يعد معبد لالش الواقع شمالي الموصل من أقدم المعابد الأيزيدية، إذ يعود تاريخه إلى 1000 قبل الميلاد بحسب المصادر التاريخية، وهو المعبد الأوحد للأيزيديين في العالم، وهم طائفة تقطن شمالي العراق لها طقوسها ومعابدها الخاصة، وهي من ضمن الأقليات المشمولة بكوتا المقاعد البرلمانية. مزار لالش المقدس عند الديانة الأيزيدية تعتبر ك أقدم مزار مقدس عند الديانة اليزيدية، ويراجعون بالنسبة للأعياد عند 3 أعياد من خلال السنة يراجعون المزار ويعبدون الله ويوحدون الله. ويضم معبد لالش مزارع الشيخ عادي الأول والشيخ عادي الثاني، وهما من أبرز الشخصيات والمرجعيات الدينية للأيزيديين قبل 1000 سنة، ويزور معبد لالش سنويا العديد من الأيزيديين من داخل البلاد وخارجها. هناك كلمات أخرى أيضا تدل على أن كلمة أيزيدية مشتقة من كلمة يزيد أو إيست، وإيست في مختلف الأديان خاصة الأديان الشرقية تعني الإله. ما يميز هذا المكان إن فيه نبع ماء يقع في مكان مظلم يعتبره الأيزيديون من المياه المقدسة، ولولا التجاذبات السياسية لكان لهذا المكان شأن آخر، ولكنه ظل كما ظلم العراقيون في كثير من مفاصل حياتهم ومنهم الأيزيديون. صفاء الأيهم، العربية، الموصل.